السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تفسيرنا هيكون عن رؤية الخفاش في المنام. أولا، تفسير حلم الخفاش للعزباء. تفسير رؤية الخفاش في المنام للعزباء يدل على الزواج من شخص ناجح في حياته، ويدل رمز الخفافيش في الأحلام للغير متزوجة على الخبث والمكر، والله أعلى وأعلم. كما أن دلالة الخفاش في الحلم للفتاة تدل على العمر الطويل. تفسير حلم الخفاش للمتزوجة. قد يكون دلالة رؤية الخفاش في المنام للمتزوجة على رزقها بحمل قريب، وأيضا يشير الخفاش في حلم المرأة على الأسحار والأعمال والعياذ بالله. الخفافيش في الحلم للحامل. يدل رؤية الخفافيش في الحلم للحامل على اقتراب موعد ولادتها، كما يشير الخفاش في منام المرأة الحامل على رزقها بمولود ذكر، والله أعلى وأعلم. والخفاش الأبيض في المنام من الرؤى التي تدل للمرأة على الخير والرزق والتمتع بصحة جيدة. والخفاش الأسود دليل على وجود عدو قريب من المرأة يريد الأذى لها. تفسير رؤية الخفاش في المنام للرجل. يدل الخفاش في المنام للرجل على النفاق وخديعة الناس له، كما أن الخفاش في الحلم للرجل يدل على فساده وكذبه على الناس وتخفيه وراء شخصية وهمية. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.